احنا اليوم هذه دعوة لمستقبل بناتنا ومستقبل يعني احفادنا وحفيداتنا بالكويت، ونقول احنا النساء قاعدين نكمل مسيرة شهيدات اللي استشهدوا بسبيل الدفاع عن وطنهم. واحنا اليوم وقفتنا نتمسك في ديرتنا وبدستورنا وبنظامنا، ونقول فقط يجب أن يطبق الدستور، ويجب أن لا تستقل المرأة ومواضيع المرأة في المساومات، ولا تعامل المرأة وكأنها الحلقة الأضعف في المساومات أو للمساومات. أنا أعرف تقريباً 80% من الموجودات ند. إحنا ما نقول ند، لا، أنا أرفض أقول ند. إحنا نصحح الغلط، وإحنا نقف مع الحق، ونطبق مواد الدستور اللي تنادي بالحرية والعدالة والمساواة وكفالة الحريات للمواطنين. ماكو أحد ند الثاني، ولكن تصحيح للأخطاء، ولازم اليوم هذا نوع من تصحيح، ونقول لهم ورسالة تقول لهم لا تستعملون المرأة لمساوماتكم فقط. أنا أحترم رأيهم، وكل واحد له رأي أكيد. لا، إحنا وصلنا صوتنا، وسنستمر نوصل أصواتنا بكل وسائل.